ملاحظة شباب، قبل بلش الفيديو وصلني شيء بالطرد اليوم مثل ما شايفين، طرد ارامكس. طبعا فتحت هالشيء، خليني اوجهكم اياه على السريع. والشيء مثل ما شايفين هو هالاشياء، هدول اشياء اللي منتشرة بكل مكان اللي هم السبينرز. فوصلني اثنين، واحد جولد صغير، واحد ازرق صغير، واحد اسود وواحد شفاف. وصلني واحد بعلبة خاصة اللي هو الجولد او الذهبي. والله انا ما اشتريتهم وما ادري شو يسوي. اظن الشيل والتوتر او شيء، ما عندي اي فكره. ف لمين بعت لي اياهم من جد، شكرا. في الجولد يا رباه يا رباه، خرافي والله. جولد جولد كله حديدي، جولد مو انه بلاستيك او شيء. طيب شباب، اكتشفت انه اللي بعت لي اياهم موقع اسمه سي ان دايركت، وشيكت عليه وبعتوا لي ايميل بس ما كنت قارئه. والموقع يعني ما طلبوا، والله ما دفعوا لي، والله ما دفعوا لي ولا شيء. كل سوي انه بعتوا لي هدول. فالموقع يعني موقع يبيع كل شيء نفس امازون وسوق، واسعاره جدا جدا كويسه. يبيع كل شيء تخيله، من العاب لموبايلات لاشياء صغيره احيانا وصلات تحتاجها، تلاقي كل شيء موجود بهالموقع، واسعاره جدا رخيصه ويوصل لدول الخليج. فالموقع حط لكم رابطه بالوصف، اول رابط بالوصف. فايه يلا خلنا نشيل شويه توتر. يا الله السلام عليكم حرب شباب، معكم شركية وشركية كي، والحين بدأ الفيديو جد. فيديو اليوم هو إجابة على أي شيء يخطر ببالكم بخصوص الحزمة الخامسة. ليش قررت أسوي هالفيديو؟ لأنه عم تجيني كتير أسئلة وكتير ناس في كتير أشياء مو فاهمينها، فعبيت أسوي هالفيديو أوضح لكم كل شيء، من سعرها لحجمها للثيم، كل شيء كل شيء راح تلاقوه بهالفيديو إن شاء الله. فخلنا نبدأ. أول شيء الحزمة الخامسة، أو بعضكم عنده مشكلة باسم الحزمة الخامسة، حزمة زومبيز كرونيكلز. راح يكون سعرها 37 دولار على الحسابات العربية الإماراتية وهيك، والحسابات الأمريكية هيكون سعرها 30 دولار أو 29 دولار. ليش؟ متعودين هالشيء مع كل الحزم، في اختلاف بالسعر بين الحزمات دائما. بالأكاونتات الأمريكية يكون سعرها 15 دولار، بالأكاونتات العربية والبريطانية يكون سعرها أغلب 5 دولار تقريبا، بس هالمرة لأنه سعرها 30 دولار فما راح يغلوها بخمسة، غلوها بتقريبا خلينا نقول 7 دولار زيادة، دولارين كالعادة. فاي سعر الحزمة 37 دولار. طيب تاني شيء حجم الحزمة، ما في شيء اكيد للحجم، بس تسرب شيء من موقع شارلي انتل وحكوا انه حجم الحزمة راح يكون 12 جيجا. اذا عندك بلاي ستيشن 500 جيجا مثلي ومحمل اربع العاب تقريبا، لازم تمسح لك شيء لعبة الحين. 12 جيجا مو شيء قليل، تقريبا اكبر من الحزمات العادية ب 5 جيجا. الحزمات العادية يكون حجمها تقريبا 7 6 جيجا، هالمرة 12 جيجا، فشيء كبير الصراحة. السؤال الثالث، لا ما يجي مع سيزون باس، ما يجي مع سيزون باس، ما يجي. سيزون باس، سيزون باس معناها بالعربي حزمة الموسم، موسم بلاك اوب 3، الأربع حزمات اللي اجت على موسم. الحين نحن موسم انفينيت وورفير، فسيزون باس انتهى الموسم وخلاص، هي حزمة ثانية، حزمة إضافة جديدة، فما داخلة مع سيزون باس. وسؤال ثاني كثير تسألوني إياه بشار، هل الحزمة هي إلها قصة تكمل قصة الزومبي؟ هل هي نهاية قصة الزومبي؟ الألغاز، هل في ألغاز جديدة؟ ألغاز نفسها؟ طبعاً الحزمة هي عبارة عن أخذوا المابات من هون حطوها بهون مع نفس القصة مع نفس كل شيء. الحزمة هي مو تكملة قصة، مو والله الحين فجأة رجعوا شخصيات كبار ورجعنا شفنا المابات القديمة، لا لا، شخصيات نفسهم يعني مجرد انه نلعبها، ما لها دخل بالقصه. لها دخل بالقصه طبعا، قصدي القصه القديمه نفس من بلاك اوف 1، ما في اي شيء جديد، بس جابوها على بلاك اوف 3 لنلعبها. بس القصه هي نفسها بالضبط، والالغاز هي نفسها وكل شيء، بس جيسون لندن لمح انه راح يضيف عليها شفرات جديده تعلمنا اكثر بالقصه. مع انه مستغرب شو في اشياء نعرفها بالقصه اكثر. التايم لاين تبع الزومبي اعطونا اياه شرح كل شيء بالقصه، ولما عطل راح اغطي لكم اياه وعد. فالشفرات اللي راح يضيفوها يمكن اشياء جديده للقصه لبلاك اوبس 4 او لعبه او الزومبي القادم يعني. السؤال اللي بعده، بالنسبه للاسلحه، بالنسبه للاسلحه نفس اسلحه بلاك اوبس 3 مع اسلحه بلاك ماركت، نفس الجليل الفاماس والام بي 40 وهيضيفوا ام 16، والاسلحه كلها قديمه اجت بلاك ماركت راح يضيفوا لنا اياها. بس غير هيك للاسف اسلحه بلاك اوبس 3 اللي هي المان او وور والاي ان وهالكلام ما يكون عندنا نفس اسلحة بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2. بس باورجنز ببلاك اوبس 2 حيكون في اسلحة كمان نفس التي جي 4 اللي على الحيط، واي اظن هذا بس، الباقي الاسلحة هي نفسها. السؤال اللي بعده، هل بيرك البي اتش دي فلابر راح يرجع؟ لا للاسف، بدلوه مع بيرك ويدوز واين، وجيسون لندن حكى بنفسه انه حاولوا كثير انهم يضيفوه
لل شو اسمه، حاولوا كثير انهم يضيفوه لبلاك اوبس 3، لعبوا يمين يسار بس ما قدروا للاسف، فشالوا كليا وحولوه للويدوز واين. وليش ما قدروا؟ الناس حكوا طب ليش ما تخلوا السلايد يطلع نار ويذبح الزومبي؟ رد انه السلايد ينتعم مرات كثير ورا بعض، فراح يكون او بي، تضل تعمل سلايد وما راح تموت، راح يكون شيء صعب انهم يسووه، فشالوه وحطوا لنا بيرك الويدوس واين بداله. بالمابات اللي هي نفس مون كان في عندنا مكان البي اتش دي، حطوا بداله ويدوس واين واسنشن وغير المابات كلها اللي فيها بي اتش دي، حطوا الحين ويدوس واين. بالنسبه للسبيشالست راح يكون الاناليتر المسدس اللي نشوف بماب ذا جاينت، وللاسف هذا هو الوحيد اللي هيكون موجود، لسه مو اكيد بس 99% هذا الشيء راح يكون موجود وتقدر تطلع من البوكس. فان شاء الله يضيفوا لنا جرافيتي سبايك نفس ريفيليشن كمان طلع عن البوكس، فان شاء الله يضيفوه. للحين ما نعرف، اللي نعرف الحين انه السبيشاليست هو الاناليتر ويطلع لك بس من البوكس. وغير هيك اللي ما يعرف انه لو تعملها بري اوردر راح تقدر تحملها قبل يومين اظن، ما ادري اذا كل الحسابات او لا، بس اكيد حسابات الامريكيه راح تقدر تحملها قبل بيومين تحميل كامل، الحسابات الثانيه والله ما عندي فكره اذا اي ولا لا. وغير هيك لو تسوي بري اوردر راح يعطوك ثيم خرافي، شايفين ثيم قدامكم الحين، وكمان الحسابات الامريكيه يعطوك الثيم، بينما الحسابات الثانيه راح يعطوك الثيم مجرد ما اليوم تنزل فيه الحزمه او قبل بكم ساعه راح يعطوك الثيم، بينما الحسابات الامريكيه يعطوك اياه من الحين. واللي ما اعرف انه ريغان مارك 2 راح ينضاف لكل المابات، راح يكون موجود بكل المابات، بس الشيء اللي ما نعرفه هل راح ينضاف للمابات القديمه نفس زيت مونوشيما وريفوليشن وهيك ولا لا، هالشيء للحين ما نعرفه وللحين ما لنا جواب، بس الشيء الاكيد انه راح يكون موجود كل المابات اللي هي اسنشن شنغريلا كيندرتوتن كلها راح يكون موجود فيها ريغان مارك 2. هالمره حكيت 2 واخيرا الحمد لله ما حكيت 3. كمان الحين على البلاي ستيشن حطوا لك التروفيات كامله تقدر تروح تقراها، والتروفيات هي نفس التروفيات المتعودين عليها، الالغاز وكل شيء، ما ضافوا اي شيء جديد. اوكي، والناس يسالوا كمان متى راح تيجي الحزمه بالضبط، متى راح نبدا نلعبها؟ للحين ما نعرف، بس حسب الحزمات الماضيه الشيء اللي نعرفه انه يوم الثلاثاء الصبح تقريبا 10 11 الصبح، لانه هي متى تجي؟ لما يصير لما يصير التاريخ شو اسمه 16 ماي بامريكا، فتاريخ 16 ماي بامريكا يعني يعدوا الساعه 12 بالليل، يعني عندنا يكون 10 11 الصبح يوم الثلاثاء تقريبا بتقييم السعوديه والامارات، يعني بين ال10 الصبح وال1 الظهر راح يكون هذا موعد نزول المابات يوم الثلاثاء. وشيء خارج عن الحزمه اللي هو الغنيه اللي طلعت بالعرض الاول، كثير منكم يسالني من وين جبتها، ترى والله ما جبتها، اخذتها من الدعايه نفسها، عملت الدعاية شلت الفيديو خليت الغنية استعملتها بالانترو واشياء تانية. للحين الغنية ما نعرف شو اسمها، او مو قصة ما نعرف شو اسمها، الغنية ما لها اسم، الغنية الشركة نفسها هي اللي عملت الغنية، ما جابوا غنية موجودة واستعملوها، لا الشركة نفسهم هم اللي عملوا الغنية هاي، فما نقدر نطلعها الا لبين ما الشركة نفسها تطلعها هي وتحكي لنا هي الغنية. وفي قناة مؤسس اغاني الزومبي كلها اسمها كيفن شيرود، تقدر تلاقوها على اليوتيوب، هو دائما يحمل اغاني الزومبيز كلها بقناته اول باول، فشيكت على قناته وللحين ما حمل غنيه هي مستقله، فاول ما احملها راح اخبركم على انستغرام وتويتر اكيد، واكيد راح احملها اظن بس بعد ما تنزل الحزمه بكم يوم، يعني راح ينزلنا الغنيه لحالها بدون اصوات الزومبي اللي بالخلفيه وهالكلام. طيب والحين هذا خليت الشيء لاخر الفيديو لانه اهم شيء واللي هي العلكات، راح يضيفوا 10 علكات جديده، مو 5، 10 علكات جديده، والعلكات راح تجي ببلاش للكل، ما في داعي تشتري الحزمه اللي تجيك العلكات، اذا انت ما تبي تشتري الحزمه تبي تضل تلعب بالمابات القديمه العلكات كمان راح تجيك، وهالشيء جدا خرافي. قبل اشرح شو العلكات الجديده حاب احكي لكم انه الحين صار ابديت، انه مجرد ما تفوت الجيم اول فتحه تفتحها للعلكات راح تكون ببلاش، قبل كانت ب 500، الحين اول فتحه راح تكون ببلاش والفتحات الثانيه والثالثه راح تصير بفلوس اكيد. طيب العلكه الاولى عندنا اياها اسمها بورد جيم، والعلكه ميجا، مو انه والله نادره، عادي تجيك بشكل سهل، يعني مجرد ما تفتح اي باكج ممكن تطلع لك. والعلكة اللي تسويه كالتالي، العلكة بتضل لمدة 5 راوندات، واللي تسويه انه مجرد ما انك تعمر شباك من الشبابيك الموجودة راح يتعمروا شبابيك بالماب كلها، شيء خرافي لو تبي تخفف الزومبي اللي يجوا عليك او شيء، فايه هاي اللي تسويه العلكة. طيب العلكة اللي بعدها اسمها فليفور هيكسد، وكمان ميجا، مو والله شيء نادر لتجيك، وشيء تسويه شيء جدا خرافي الصراحة، ما كنت متوقع انه يعني يضيفوا هيك علكة، واللي هو انه بس تاخذ العلكه هاي تعطيك علكه عشوائيه من العلكات اللي عندك، يعني انت حطيتها من العلكات اللي عندك ودخلت جيم وطلعت لك هاي العلكه واخذتها، فجاه يعطيك بيركهوليك، فجاه يعطيك ماكس امو، يعطيك علكه عشوائيه من علكاتك، وهالشيء صراحه جدا ممتع، راح اضيفها بكل جيم. العلكه
سالته بورد تو ديث، والعلكة هاي راح تكون عنا اياها نادر، راح تكون عنا اياها رير، والعلكة راح تسوي شيء جدا جدا خرافي. العلكة راح تضل عندك مدة 5 دقائق، واي زومبيز بعيد عن الشباك مد مسافة 15 قدم راح يموت. يعني اي زومبي يطلع من الشباك ويبعد عن يمشي يبعد مدة 15 قدم راح يموت. وليش ليش خلوها بعد 15 قدم؟ لانه لو مجرد ما يطلع من الشباك راح يصير خلاص ضل قاعد مكانك، الزومبي يطلع من شبابيك ويموت، يطلع من شبابيك ويموت. فمجرد ما الزومبي بعد 15 قدم من الشباك راح يموت ومدة 5 دقائق. هاي راح تفيدكم بخطوات حل الغاز بشكل جدا كبير. في علكة كمان رير اسمها اكسترا كريدت، وكمان جدا خرافية. العلكة هي لما تاخدها وتفعلها فينك تفعلها 4 مرات، كل مرة تفعلها راح تعطيك انت وكل اصحابك 1250. ففينك لو طلعت لك اول الجيم تفعلها 4 مرات وتاخدها من راوند 1 انت واصحابك كلكم عندكم 5000. راح تفيدكم خطوات حل الغاز، تفتحوا ابواب واشياء كتير. والعلكة هاي نادرة، يعني نفس البركهوليك وهيك، لا ما اظن الترا، اظن بس نادرة يعني نفس علكات الماكس امو هيك، مو نفس مدارة بركهوليك مثلا. والعلكة اللي بعدها عندنا علكة ايدل ايز، وكمان نادرة، والعلكة كمان شيء جدا خرافي. فينك تفعلها 3 مرات، كل مرة تضل معك 30 ثانية، ولما تسويها لما تفعلها تصير شاشتك لونها ابيض اسود انت وكل اصحابك، والزومبي يبعدوا عنكم كلكم. شيء جدا خرافي تفعلها 3 مرات. يعني شوف انتوا قاعدين تلعبوا مثلا، واحد من اصحابك قال لك من حشر راح اموت، تفعلها على طول تساعده يبعدوا عن الزومبي. خطوه لغز تفعلوها فتصير انت واصحابك تطلوا على البوس، او تسوي خطوات اللغز والزومبي كلهم يبعدوا عنكم. جدا جدا خرافيه الصراحه. العلكه اللي بعدها حسب الشرح ما اظن شيء معقول، اسمها سودا فاونتن، وكمان نادره. كاتبين انه لما تاخدها ولما تكون عندك وتشرب بيرك يعطوك معها بيرك تاني عشوائي، بيرك تاني فري يعني. ليش ما توقعت انه ليش يعني قاعد اشكشك فيها مع انه هل 100% اكيد العلكات، بس مو متاكد منه، انه كاتبين 5 تفعيلات، يعني تقدر تشرب 4 بيركات وتجي 5 كمان بيركهوليك، ولكن بس تاخذ بيرك يعطيك بيرك مجاني، لا تشرب بيرك تاني يعطيك بيرك مجاني وخلاص يصيروا الفل 4، ما يمديك تاخذ اكثر. بس حاطين تفعيل 5 مرات عشان لو طحت وتبي مره ثانيه تقوم تشرب بيرك، بس تشرب بيركين ويعطوك بيركين عشوائيين. بس ما اظن لها كتير فائده، لانه لو تخيل تعطيك بيرك ديتشوت ولا بيرك ما تبي، يعني هي تقدر تستعملها بجيم تكتكه مو جيم جد يعني. اوكي اللي بعدها عنا اياها اسمها باور فاكوم، اظن هيك اسمها، والترا. هي جدا نادره، واللي تسويها انه اول شيء رح تضل عندك 4 راوندات، ويصير الباور اب الماكس امو والكبوم الاشياء هاي تجي كتير، تضل تجي كتير ماكس امو اشياء، يضلوا يجوا يعني اضعاف اللي كان قبل. فجدا مفيدة الصراحة وجدا فكرتها حلوة، بس الترا رير يعني نفس البركهوليك والهلك. اللي بعدها كمان الترا اسمها ريجن دروبس، وتقدر تفعلها 2، واللي تسويه انه بس تفعلها يحط لك الدروبات كلها، ماكس امو كبوم كاربنت كلهم يجوا لك مرة واحدة هيك، تقدر تسويها 2، مشان هيك الترا رير فكرتها جدا خرافية الصراحة. بعدين اخر علكتين عندنا اياهم، علكتين كلاسيك ما في داعي تطلعهم بليكويد ديفينيوم، كل جيم يكونوا معاك. والعلكة الاولى اسمها اي كاندي، لما تفعلها مدة 4 راوندات الزومبي يتلون الوان مختلفة، والتانية لما تقتل الزومبي التانية تضل معك كمان 4 راوندات اظن، ولما تقتل الزومبي يطلع اصوات غريبة وسخيفة. حيوانات العلكتين ببلاش اللي حاطينهم ما يسوي لك اي شيء، شغل طقطقة بس، الباقي كله علكات شغل فلوس ليكويد ديفينيوم. اي شباب بس هالفيديو اليوم شرحت فيه كل شيء، ادري تاخرت بالفيديو بس شرحت لكم فيه كل شيء تسالونا عن الحزمه الخامسه. واي متى لكم يوم الثلاثاء ان شاء الله، المعلومات الثيم الموعد الحجم وكل شيء شرحت لكم اياه. اتمنى يكون فاتكم هالفيديو، اتمنى تدعم الفيديو بزر اللايك وتنشر لكل اصحابك اللي يسالوك اي شيء عن الحزمه الخامسه، متى تنزل، شو الاسئله، ابعث له الفيديو راح يعرف كل شيء بهالفيديو ان شاء الله. فبس كناكم شركيال بشركه كيش، كم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.